مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، واليوم إن شاء الله في تبديل أدوار سريع إن شاء الله في هذا البرنامج. أحل وأتشرف أني أحل محل أخوي عبد العزيز العطية خلال فترة غيابة لمدة أسبوع إن شاء الله، خلال مشاركته في مهمة خارج دولة الكويت في دورة الألعاب العالمية الشاطئية في الدوحة، وراح يغطينا إن شاء الله خلال هذا البرنامج. وأيضا نأتي بعد أيضا الأنيق عبد الرحمن الموسى، وأكيد الغائب الحاضر أخونا مبارك الدوسري اللي في العاصمة البريطانية لندن، نتمنى له الشفاء والعودة بين أهله. نشكر طبعا، أنا شخصيا أتقدم بالشكر والتقدير لأخوي أحمد الفضلي مدير عام القناة على هذه الثقة، وأسرة البرنامج يعني هذه الثقة اللي أولون فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قدها، وأكيد بتعاون الحضور في برنامج الديربي، واللي أتمنى أن أكون إضافة لهم في هذا البرنامج. قبل البداية أنا أرحب بالضيوف، طبعا أجد نفسي الحقيقة سعيد جدا أني ألتقي في الكابتن الكبير ولاعب منتخب الكويت في العصر الذهبي كابتن محمد كرم. أبو علي مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. ايش رايك بالانقلاب الابيض هذا؟ زين سو فيه، ما شت قانوني هذا. شت قانوني. لا طبعا اكيد عز العطيه مكانه ومحله. ايضا اللاعب الانيق والهادئ في نادي القادسيه كابتن مشاري جاسم، مساك الله بالخير. الله يعافيك بعمر، الله يجزاك خير، والله يوفقك ان شاء الله تكون بدايه حلوه لك. مشكور يا اخوي ما قصرت. على اليسار يعني هو اشبه بالمدرج الهلالي انا اسميه، يعني الله يستر من اليمين، اليوم ماكو مشكله، بس المشكله في اليسار لانه مدرج الهلالي الاعلامي السعودي صديق اكيد من اهل الدار كابتن فهد الجلعودي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا ابو عمر، وحنا سعيدين بوجودك، ونقول العزيز عطيه ترجع بالسلامه. لا ترجع ان شاء الله. طيب الضيف الاخير اسمحوا لي اقدمه بطريقتي الخاصه، انا زاملته كاعلامي، زاملته كمشجع، وزاملته كاداري، واليوم هو ضيف. عادة هو يرهب المهاجمين، لكن له رهبة حتى وهو بعد ابتعادا اللي احنا مو مقتنعين فيه عن كرة القدم، نواف الخالدي. مساك الله بالخير يا ابو خالد. مساك الله بالنور، ويا هلا ومرحبا فيك ويا ابو عمر، واحب امسي على اخوان المشاهدين وعليكم كلكم، وطبعا وسيف ضيف عزيز علينا وانا معاه اقول لابسين شماخ، فخوال العيال انا معهم دائما غالبا غالبا. الله يخليك، شرف لي. طبعا احنا شرف كبير بتواجدك ابو خالد ويانا، وانت محلل ويانا في برنامج الديربي، ضيف لنا الكثير في هذا البرنامج، ونبي هالمره عاد احنا نهاجمك، ادري انت دفاعك وايد قوي، بس احنا نبي نهاجمك، وخف علينا صح، مش تخف علينا بالشعر، خف علينا بالشعر، يعني نحتاج دكشنري وياك. قبل البدايه طبعا احنا نشكر رعاه البرنامج بن العميد، سيام يسطى، التسيمو، كويت تريد، وطياب المرشود، واكيد ليمون لاين. حاولت اني انا استحضر عزيز العطية وهو يقولهم، بس الأمانة ما شاء الله حافظهم حفظ، حافظهم حفظ إن شاء الله. طبعا ما يكمل نجاح البرنامج إلا بمشاركة متابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبرنامج الديربي. طبعا أكيد مشاركاتكم تضفي الكثير لهذا البرنامج ونسعد فيها، وأيضا في أرقام المشاركة اللي راح تظهر بعد شوي إن شاء الله على الشاشة، نسعد باتصالاتكم اللي تضيف الكثير لبرنامج الديربي. عبد العزيز العطية غائب عنا لكن هو حاضر فيما بيننا، إن شاء الله إن شاء الله أدري مجهزها وياك وحاطها، بس عزيز العطية خليك ويانا، أنت راح يكون في لك إهداء خاص. نروح تقرير حق مشاركة عبد العزيز العطية في تغطية دورة الألعاب الشاطئية العالمية في العاصمة القطرية الدوحة، وأكيد الدوحة دائما مع إبداع مستمر في تنظيم هذه البطولات. مرتاحين منا بتحطها لنا بعد، خلونا مع التقرير ونرجع لكم إن شاء الله عقب التقرير. افتتح الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وبحضور كبار الشخصيات من قادة الرياضة حول العالم في منطقة كتارة، دورة الألعاب الشاطئية العالمية الأولى. بسم الله وعلى بركة الله، أعلن افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب العالمية الشاطئية
للاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية قطر 2019، متمنين لضيوفنا الكرام طيب الإقامة وللفرق المشاركة التوفيق والنجاح. اليوم في قطر إنجاز يعني يحسب لقطر لأجيال قادمة. أتمنى التوفيق، وطبعا ردة فعل جميع الحضور كانوا يعني منبهرين انبهار كبير جدا. التاريخ القطري وما ذكر في الافتتاح كان شعلة تضيء لدولة قطر يعني إنجازها. في سابقة هي الأولى من نوعها، لم يستغرق حفل الافتتاح أكثر من ساعة. طبعا هذا المبدأ اللي احنا أخذناه، تبسيط الأمور كلها، تقليل التكاليف للألعاب، لاستضافة الألعاب، عدم يعني وضع المشاهد أو الحضور بموقف يعني ضجر أن يملون الملل. ما نبي، كان الافتتاح متواصل مستمر بقصة مسردة العالم تابعها على طول، وخلال 45 دقيقة أنتم شفتوا العالم حتى بعد خروجها غير متمللة. إشادة واسعة حصلت عليها قطر من التنظيم الرائع لحفل الافتتاح. أبدعت دولة قطر في تنظيم حفل افتتاح دورة الألعاب الشاطئية العالمية الأولى كعادتها في الإبداع في أي حدث تقوم الدوحة بتنظيمه. من العاصمة القطرية الدوحة، عبدالعزيز عطية لبرنامج الديربي. حياكم الله أعزائي المشاهدين. طبعا الأمانة احنا نشعر بالغبطة لدولة قطر الشقيقة على هذه التنظيمات المتتالية، اللي كل تنظيم ينافس الآخر. قبل يعني فترة بسيطة انتهت في تنظيم كأس العالم لألعاب القوة، اليوم نشوف البطولة العالمية لألعاب الشاطئية. ميزة حلوة أيضا وإضافة وجود عناصر كويتية في الإدارة. أبو علي، ايش رأيك في هذه التنظيمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمانة يعني الواحد احنا قالين يحسدهم يغبطهم مثل ما يقولون، يعني يعني ما ودنا يعني ودنا يعني اللي قاعد يصير بقطر. امانه كل شيء قاعد يسوونه ناجح. ليش؟ لان كل شيء منظم عندهم. نعم. امانه. نعم. خلي الامور الفنيه والمستوى الفني في كل بطوله، سواء العاب القوه، بطوله العاب القوه اللي صارت في قبل كم يوم، اليوم افتتاح الدورة الألعاب الشاطئية. فأعتقد أن كل شيء قاعد يصير قاعد ينجح عند قطر، وهذا جناحنا نحن. طبعا هني أنفسنا قبل أن أني إخواننا القطريين بهذا النجاح. فأعتقد لأن شغلهم منظم وعملهم منظم، أنا أعتقد كل شيء ناجح عندهم. نعم. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. أكيد. مشاري، واضح أساسا أن التنظيم هذا مشروع دولة، يعني مو تنظيم مثلا اتحاد لعبة أو صحيح. هذا مشروع دولة بإشراف طبعا عالمي من الأنوك، وحضور طبعا الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية. تشعر في مجال المقارنة بين التنظيمات اللي عندهم والتنظيمات اللي عندنا؟ بصراحة لا، ظلم هذا أصلا. ظلم لمن؟ ماكو مجال. ظلم حق المشروع القطري. يعني أنا أقول لك يا أبو عمر الأمانة، يعني هذه منظومة كاملة رياضية، مو تركيز على كرة قدم. يعني أشوف عندهم مشروع ونظام منظومة ماشيين فيها. نعم. من تنظيم كأس العالم سبقوها بتنظيم كأس العالم كرة اليد، بطولة العالم ألعاب القوة، ألعاب القوة. نعم. حاليا البطولة الحالية، يعني تحس أن منظومة رياضية كاملة الشغل عليها. لأن حاليا أبو عمر ما نتكلم حاليا، بال15 سنة الأخيرة الرياضة صارت بزنس، يعني اقتصاد. مو بس ما نتكلم رياضة داخل الصالة ولا داخل كرة القدم، هي تطلع مدخول حق الدولة. يعني فالله يوفقهم إن شاء الله، وبإذن الله نكون حتى لو على الأقل بداية الطريق احنا نمسك الخط معهم إن شاء الله. أنا تفضل. أنا بس أحب بهالمناسبة هذه أدعو أهل الكويت وأهلنا وربعنا. بالأمس انطلق موسم الرياض. نعم. 70 يوم من الفعاليات، يعني أكبر فعاليات على مستوى العالم الآن. فهذه دعوة باسم السعوديين وباسم الإعلام السعودي والجهات الرسمية السعودية إلى أهل الكويت أنهم يزورونا لمدة 70 يوم من الفعاليات، وأشياء يعني ولا بالخيال. فهذه دعوة مني إلى أهل الكويت يكونون بعيوننا وزملائنا وأهلنا وربعنا.
فهد أتكلم الآن يعني بصوت المتابع. للأمانة يعني تنظيمات مذهلة قاعد تصير في المملكة العربية السعودية الشقيقة، خصوصا فيما يتعلق بتفعيل الدور السياحي واستخدام الرياضة في هذا العنصر. أكيد كل الشكر للقائمين على هذه الفعاليات المميزة، وإحنا ما نحتاج دعوة. الرياض والله ما تحتاج بلدنا، يعني بين الكويت وبين السعودية أبد ما في حدود. وأكيد بالمناسبة أخي فادي، يعني أنا قبل فترة كنت يعني التقيت مع وفد شبابي سعودي في ملتقى إعلامي عندنا بالكويت، كانوا الحقيقة مثال للشباب السعودي المتفتح ومتعصبين رياضيا بشكل غريب وعجيب. أبو عمر الشباب السعودي الآن يعني أثبت جدارته بالعون يعني الأخير، هو من زمان والعون الأخيرة هذه فضل تواصل اجتماعي يعني أبرز الدورة. فلو تشوف موسم الرياض يعني على مستوى عالي جدا، وراح يكون على الأول بالعالم بإذن الله. وإحنا يعني والأيام القادمة راح تشوفونها إن شاء الله. وإحنا في برنامج ديربي أكيد نمد يد العون لأي دعم إعلامي لموسم الرياض ولكل دول مجلس التعاون. بخالد خالد بطلعك من هالموضوع، يعني نوعا ما بطلعك من هالموضوع. أنا بس بقول حق سيف، بس موسم الرياض إن شاء الله بالمرهم والهلال إن شاء الله يعني الهلال جايين. أنا قايل أنا النهائي هذا رايح له إن شاء الله. الهلال جايين إن شاء الله. الله عزيزي ياسر القحطاني، يمكن الكابتن نواف الخالج الجسور يعني من الأسماء المطروحة إن شاء الله حضور إن شاء الله يستاهل. وما بعيوننا نحطه لأن إضافة لنا. بس بهدية عزيز عطية. اي والله انت جايب هديه حق عبد العزيز. اي والله ابو سعود، ابو علي طلب نبي ابو سعود بس يكون موجود ويانا. لا 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 هديه العزيز والمبارك. لا المبارك مو بس العزيز، حتى المبارك الدوسري. هذه هديه جتني من اخوي العزيز الغالي طواري مدلول. نعم اي والله ارسلها لي. وين رائد خليه يورينا طال عمرك هذا المؤسس. نعم النجوم الكبيره اصحاب الانجازات هذول زعماء القاره، وهذول هذه هديه العزيز عطيه والمبارك الدوسري. وشكرا لاخوي طواري مدلول ومتع عينك يا عزيز. عشان نوف الخالدي. نادي فنيت الهلال. نادي الهلال ما تكفي فنيله، نجوميته ما تكفي. اي والله بس انا حلال بس في عتب. تفضل. في نجمين غايبين، بشار عبد الله، جاسم الهويدي، هذول هذول يسكنون قلوب جماهير الهلال. وانا نعم ادري نعم 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 يسكنون، وهذول يعني ما حد ينسى دورهم وانجازاتهم. لكن ان شاء الله يعني هم دائما معانا وبقلوبنا ان شاء الله. وان شاء الله بس ابي عزيز عطيه يمقل عيونه. تفضل يا عزيز. اي والله تفضل. اي هذه طبعا الـ يعني حقيقة نادي الهلال أحد يعني معالم الرياضة في الخليج بشكل عام وفي آسيا، فشيء طبيعي. ومشكور على هذا الإهداء، وأكيد أخوي طواري مشكور. يتشرف عزيز العطية في هذه الهدية إن شاء الله. إن شاء الله بيعطيه بحطها هنا عشان يلبسها، مو مشكلة إن شاء الله. أبو خالد الحاق لموضوع قطر، في فيديو اليوم انتشر جميل جدا، وهذا يؤكد أيضا مكانة الأندية الكويتية على المستوى الآسيوي والعالمي. بس لك سؤال بصراحة، جماهيرية وحماس جمهور القادسية ولا جماهيرية وحماس جمهور العربي؟ وخالد أنا أعرفك ما تجامل، هذا فخ، وتعشق جمهور القادسية وتعشق جمهور الكويت بشكل عام. يطالع. وأنا مو هذا مو سؤالي، هذا سؤال من اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 كرة بلعبك. أنا شت عليك شوتة وأنا يعني صعب إني أقول عليك. لا طبعا ما في شك إن يعني جماهيرية القادسية والعربي يعني فريقين كبار، فريقين يعني تقليديين، فريق كل فريق له جماهير كبيرة، ودائما يعني أنت الواحد يعني بالكويت ما يعني الجمهور يا ما يكون قدساوي يا ما يكون عرباوي، وهم قطب الكرة الكويتية ما في شك. يعني كلاهما كبير حقيقة، وكلاهما يعني الحين حماس وثارة. عشان تكمل بخار انت الحين روح اسال رؤساء الانديه الحين اللي موجودين بالكويت، روح اسال يوم صغير شو تشجع، العرب ولا القادسيه؟ اي لا لا كل ما في لا لا لا, لا فعلا فعلا يعني هم كبار الكويت يعني حقيقه، يعني هم كبار الكويت ويعني هذه حقيقه يعني واضحه للجميع. انا للجميع اكيد طبعا كل واحد بيميل لي حق فريقه، لكن طبعا نادي العربي نادي كبير ولا تاريخ كبير ولا جماهير يعني عظيمة وكبيرة وتحترم، ويحترم تاريخ نادي العربي ويحترم ككيان نعم وكنجوم
صافي لهم نجوم طبعا هم اقول هني العصر الذهبي هم العصر الذهبي علي المزود يعني انا بقول لك موقف دام انك اشرت على ابو علي ابو علي في بعطيك بالتاريخ 19/2/81 العربي فاز على القادسيه 4-0 بعد المباراه ابو علي سجل هدف وهدف جميل جدا من كان يعني كان متوقع بلوشي او عسكر فمحمد كرم هاجم الجميع وسجل هدف من برا 18 كان الهدف الثاني بعد هدف بلوشي الصاروخ بعد المباراة قابلوا ابو علي فكان التنافس بين العربي وبين السالمية على 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 البطولة فابو علي انت قلت كلمة قلت احنا اليوم خذينا الدوري فقال لك المذيع شلون قلت دامني سجلت على هالجمهور جمهور القادسية فاحنا خذينا الدوري جمهور القادسية ايضا كان مؤثر بالنسبة لك واحد يكر جمهور القادسية ما غشيم هذا ولا يتعمد سويتي بالعكس جمهور القادسية جمهور كبير وجمهور يعني لازم تحترمه أمانة يعني يمكن ما عليك أنت والله واحد يتكلم كلمة ولا غلط من الجمهور تكلم من الجمهورين لكن بأمانة أنت كلاعب أصلا يعني حتى رد نواف يعني ليه رد صح ورد هذا الرد صحيح احنا ليش أخسر جمهور مثل جمهور العربي وأنا ليش أخسر جمهور مثل جمهور القادسية أمانة يعني هالجمهورين القاعدة الجماهيرية ومثل ما قلنا احنا يعني وهذا الكويت يعني العربي يعني حتى لما نقول انا رؤساء الانديه اروح اسالهم يوم صغير ايش يشجع العربي ولا القادسي هذا صحيح ترى صحيح يا عرباوي يا قدساوي ترى حتى عندنا بالسعوديه ابو كرم حتى بالسعوديه لهم شعبيه ترى القادسي والعرب من زمان يعني احنا لاعبين احنا اكيد لاعبين دول الخليج لاعبين هذا كله لهم جمهور لنا جمهور امانه الجمهور العربي يشجعون وحتى القادسي له جمهور بدول الخليج ابو علي احنا جايين على موضوع جمهور القادسي والعربي لكن الحدث اللي لا زال الحقيقه يعني يفرض نفسه في الساحه هو ما تبع من احداث مباراه الكويت والاردن بالاعلام للاسف يعني المظاهر السلبيه تاخذ انتشار سريع جدا كالنار في الهشيم مثل ما يقولون لكن اذا بدا يعني فيديو او لقطه ايجابيه للاسف ما تاخذ نفس الصدى مثل ما انتشرت الفيديوهات السيئه والمعيبه اللي كانت في مباراه الكويت والاردن من جمهور او بعض جماهير الاردن انتشر ايضا فيديو للاسف ما اخذ صدام وفيديو ايجابي احنا في برنامج الدرب الحقيقه يعني يهمنا ان احنا ننقل الجانبين سواء السلبي او الايجابي والحكم بالنهايه للجمهور اذا ممكن احنا نشوف يعني نترك الجمهور مع هذا الفيديو اللي انتشر لجمهور الاردن ونرجع لكم ان شاء الله ابو خالد يقولون تحيه اردنيه العيون الكويتيه والله طبعا ما هي غريبه حقيقه على الشعب الاردني يعني اشقائنا واذا كانت هناك قله يعني اساءت الكويت هذا ما يعني ان كشعب كامل اساء لنا بالعكس لنا اصدقاء ولنا يعني اهل وربع والشعب الاردني يحترم وشعب عريق وشعب في نخوه وشهامه واذا يعني كانت هناك قلة فيعني في كل مكان حقيقة في كل مكان هناك قلة لكن ما تخرب على دولة كاملة ودولة تحترم وعريقة مثل المملكة العربية الأردنية الهاشمية أنا أتوقع نواف يعني القضية خلاص يعني سياسيا ودبلوماسيا حسمت وخصوصا بعد تدخل العقلاء يعني ومن كبار المسؤولين سواء من الكويت ونشكر الحقيقة النائب الأول سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووكيل وزارة الخارجية على تدخلهم وأكيد سفير الكويت في المملكة الأردنية وأيضا من الجانب الأردني تدخل يعني ما بأذكر اسم أحد حتى لا أنسى الآخر من أعضاء مجلس أمة أو مجلس نواب وشخصيات لوأد الموضوع في مهده مثل ما يقولون ولعل أكبر تدخل وهذا اللي نفخر فيه وهذا يؤكد دور الرياضة بشكل عام هو تدخل يعني جلالة ملك الأردن واليوم أيضا أجرى اتصال هاتفي
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في مقر إقامته في الولايات المتحدة لاطمئنان عليه. وهذا يؤكد كلامك أبو خالد أن علاقات أكيد تربط الكويت والمملكة الأردنية، ومثل ما قلنا بأن الجانب الدبلوماسي والسياسي هذا الموضوع يجب أن يغلق تماما. يمكن في جانب رياضي راح نتكلم عنه بعد شوي، وأدوار يمكن منوط فيها الاتحاد الكويتي لكرة القدم أو مراقب المباراة، هذه راح نيها في وقتها. بس أنا ودي شوي أغير بالجو وأتكلم عن موضوع تأثير الجمهور. أبو خالد أنا شرفت كنت معاكم في ذيك المباراة، تذكر مباراة القادسية والكرامة اللي في سوريا في حمص؟ كانت تجربة يعني كبيرة جدا من كل النواحي. بس أنا ودي أذكر حادثة صارت، أن الله يشافي ويعافي الشيخ طلال الفهد، واللي أنا يعني أحيي الحقيقة إخلاصك ووفائك له وتغريدتك الأخيرة. أذكر أن دخلك الملعب وكان في هم بعد هجوم، بس هجوم رياضي يعني بسمي رياضي عليك زين، وكان في ضغط شديد على نواف الخالد لأن كنت أحد مصادر القوة في القادسية وقتها. الشيخ طلال الفهد حاول أن يهديك وحطك في مواجهة الجمهور، بس حاول يهديك. أول واحد دخلت الملعب. تذكر الموضوع هذا؟ أذكر عدل طبعا. حقيقة الجمهور الكرامة نعم. في حمص أنا في حياتي رياضية كلها، ولعبت في كل الدول الخليج والدول الآسيوية، اليابان، كوريا، الصين، كل مكان، ما مر علي حقيقة مثل يعني تأثير هالجماهير، هذه الجماهير. نعم. يعني من يدخلون نص ملعبنا في الهجمة تحس من 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 تشجيع وحماس الجمهور، يصيرون أكثر من 11 لاعب. نعم. الجماهير إذا تذكر أبو عمر كان يعني الملعب قريب من الفندق. من الفندق نعم. فكان الطابور. الطابور. واصل للفندق. نعم. احنا قلنا يمكن ما بعد الفطور مباشره فقلنا يمكن ما افتح الملعب. رحنا ولا 50,000 فل. ايش قال لك الشيخ طلال وقتها؟ فقال لي اني ادخل واتمشى طبعا للجماهير وكذا، وفعلا الجماهير ترى هذا لازم ما لا 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 ما صابتك ربكه. لا كنا في غرفه اللاعبين، طبعا احنا الفريق الوحيد في كل مشاركاتهم الاسيويه اللي ما سجل عليه الكرامه. نعم. وقبل مباراتنا باسبوع فازوا على الاتحاد السعودي في 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 قمه مجد. نعم نعم. كانوا محمد نور و 4-0 في هذا الملعب قبل مباراتنا. مباراه نعم. فريق يعني هذا اللي اذا في جمهور يرعب هذا الجمهور حقيقه. الشيخ طلال كان في الغرفه والله من صرخه الجمهور كانه بيطيحون علينا. نعم. شلون ففعلا يعني شقال 90 دقيقه. 90 دقيقه ما يوقف ولا، واذا شاتها عند يعني ما دخلت الجول الحين عند العارضه قال لك احلى من الجول والله. شلون صرخه الهدف احلى من الجول والله. فطبعا شيخ طلال فهد عسى الله يرد بالسلامه، هذه الشخصيه العبقريه الرياضيه يعني رمز الرياضه، وعنده من الخبره حقيقه اللي يعرف شلون يدير الفريق كله. طبعا في هالمباريات هذه في هالمباراه انا كنت مريض. نعم. وطبعا ما في شك الجمهور هذا جمهور ما هو طبيعي، فالجمهور يربك اكيد. فخلنا انا قبل المباراه وانا بالذات اروح امشي، ورحت صوب هذا وحييتهم خلاص خذيت عليهم طيحت البيانه واحييهم وحيوني واحييهم وحيوني لازم ايه. وكلنا كلاعبين منتخب احنا صارت ويانا ايه. وايد لا لا يكون الجمهور يعني مو طبيعي. تصفيات كاس العالم بالسعوديه لعبنا ويا صار 1981 نزلونا بالملعب كذي نفسي تمشينا بدون لواكين كذي تمشي كلنا لا طولوا وقعدنا يعني قبل المباراه وقعدنا خلاص نسينا الجمهور. الملز كان مفول جمهور كان في كاس العالم 1-0 وكنا رادين من خساره من الصين. اي نعم رادين من خساره من الصين 3-0 تصدق وينا هاي. وفعلا اللعبه هذه نزلونا الملعب نفس الطريقه نزلونا توصل جمهور صج تارس الملعب. لا طولنا ابو علي احنا صديق بالملعب اخر شيء قام يصبك بس انا عندي كلمتين بالنسبه حق اللي صار في مباراه الاردن. تفضل. شوف خل اقول لك شغله، هذا جمهور مثل ما قال اخوي نواف هذا جمهور في زين يعني ما تقدر تتحكم فيه يعني مو كل مسؤول صاحب حامل مسؤوليه ما تقدر تتحكم فيه وتقدر تامره وتقدر تقول لك شيء، لكن هذا جمهور. بس خل اقول لهم شغله، هذا احنا لما نقول صدام ولا نقول على الغاز ترى مو علينا احنا، ترى ظلم حتى شعبه
ما مو بس ظلم الكويت في المواقف اللي سواها. لكن انا قاعد اقول لك شغله، انتم كجمهور والله صدقوني انه مو علشان انا كويتي واتكلم عن الكويت، والله عندنا امير، عندنا امير واحد يمشي بالعالم وهو رافع راسه، الله يطول صاحب السمو الله يطول عمره ويرده بسلامه، اسمه امير الانسانيه. يعني انت لما تمدح لي فلان وتصرخ لي وتبي ترى الكويت، الكويت مع كل الدول منصفه، انا ماني قايل انه والله منحازه حق احد ولا منصفه مع كل الدول، يعني ماكو دوله بالقياده الحكيمه اللي عندنا احنا امانه. فانت لما تظلم ان تصرخ على تبي تسيء الكويت وتضر الكويت، الكويت ما تستاهل ترى، ما تستاهل انك تسيء لها وتضرها. بالعكس لو انت تعرف الكويت صح صدقني توقف وياه، حتى لو انت مختلف وياه، ودائما احنا نقول هالكلمه، يعني عدوك حتى لو عدوك عامله بالانصاف. نعم. يعني عامل اكون منصف حتى مع عدوك. وعلي احنا عشان كذي نقول القضيه من الناحيه السياسيه. نعم. يعني نتمنى ان نتجاوزها، لان تدخلت فيها يعني عقول الحمد لله راجحه وادت هذه الفتنه في محلها. ولكن مشاري انا ودي اسالك عن، نحول الموضوع رياضيا، الاتحاد الكويتي لكرة القدم اكيد يعني معانا في نفس المود يعني او نفس الوضع، اتوقع انه له دور رياضي وليس دور سياسي او دبلوماسي في هذه القضية تحديدا. تتوقع هل الاتحاد لعب دوره الصحيح؟ واذا ما لعب دوره، هل في رسالة انت كمتابع كويتي واكيد هامك يعني ان منتخب الكويتي يستفيد من اللي حصل في هذه المباراة؟ هو الامانة، هو احنا رياضة، بس الحين الرياضة داشة بالسياسة المشكلة ترى. نعم. وهو في دور رياضي لازم الاتحاد يمشي فيه، خصوصا بالاجراءات اللي صارت من بعض الجماهير الاردنيه. نعم. احنا نقدر نرفع احتجاج ونوثق الحاله. انا اللي قريته ايوه عن طريق الاتحاد. اول شيء الاسيوي لان الفيفا ضد العنصريه. اي نعم. هذه الامور ممكن ان تعطيك النتيجه، تنقلب النتيجه من 0-0 الى 3-0 وعلى حسب القانون واللائحه الموجوده. لا ابو يوسف، لكن هل الاتحاد الكويتي راح يفعل ولا راح السياسه تتغلب على الرياضه؟ انا اتوقع السياسه راح تتغلب على الرياضه، ما راح يفعلون هالاجراءات. انا اخشى شيء ثاني بعد مشاري الحقيقه، اللي انا اخشى في مثل هالقضايا عنصر الوقت مهم جدا، لان في لوائح في تقديم الاحتجاجات في وقت معين، واحنا نثق ان شاء الله بالاخوان في الاتحاد الكويتي لكره القدم. لكن مثل ما قال اخونا مشاري، يعني السياسه لها ناسها، الرياضة فن انك انت تستطيع ان شلون اللاعب هداف من اقل الفرص يسجل هدف. اليوم انت عندك هذه الفرصة، ليش ما تستغلها بعيد عن المجاملات اللي ممكن انها تضر المنتخب؟ يعني انا فهد، انا بستذكر بس في كأس آسيا الأخيرة اللي صارت في الإمارات، اذا ماني غلطان منتخب لبنان خسر التأهل بسبب انذار. انذار صحيح. اوكي، فيعني ممكن ان انت ما تدري شنو اللي جاي في التصفيات، يعني التصفيات لحد الحين احنا ثالث جوله، عندنا جولات قادمه، وعنصر انك انت تبي المركز الثاني للتاهل لكاس العالم ثم التاهل لكاس اسيا، فاي نقطه ممكن انك تقتنصها، فاتوقع مو من الخطا اساسا انك تطالب فيها. فهد، لو كنت مكان الاتحاد الكويتي لكره القدم او صاحب قرار في الاتحاد الكويتي لكره القدم، شنو القرار؟ انت تابعت القضيه لهذا؟ نعم. طبعا تقديم احتجاج صحيح، بس انت قلت ابو نعم. عمر يعني ترى في له توقيت الاحتجاج. اي نعم. اي ما ادري هذه موجوده يعني لاحظها الاتحاد الكويتي او يفترض انه يكون لاحظها. لكن بس عشان ارد على ابو يوسف، ترى ما فيه تقلب النتيجه يعني 3-0. اوكي. اي هذه او او اي لا 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 اقامه لا المباراه لا ليش خسر؟ تحصل ابو خالد. لا لا اقامه المباراه بس بدون جمهور. تحصل بعض المرات غرامه. لا على الجمهور بس اللاعب ليش يعني ما له شغل يعني الجمهور ممكن غرامه عليهم ولا ما في غرامه ما في غرامه يمنعونهم الحضور. لا لا هذا مو قرار، هذه اذا في عقوبه، اذا كانت في هناك عقوبه من الفيفا لعب مباراه منتخب الاردن الجايه برضه بدون جمهور. بس بدون جمهور. اما النتيجه 3-0 هذه مستحيل يعني هذه. والمنشور اللي اليوم انتشر بخصوص القرار ما ابن ابو يوسف بحالة ان الاتحاد الكويتي قدم احتجاج، انا اقول لك يا شوف ما اتوقع انا شوف ما اتوقع لاعب يعني ماني داش يعني بالتاكيد، لكن اقول لك اياها الاتحاد الكويتي ما راح يقدم على هالشيء هذا. ادري صحيح. انا وبعدين ترى على فكره انا شفت الموقف هذا والله العظيم يمكن صار ايجابي، انا شفت بين محبه الاردنيين من المستوى الاعلى. انا عشان محبه الكويت سرعه الاعتذار، انا اعرف اردنيين بالسعوديه عندنا كانوا قالوا يعني المواطن الاردني مستحيل عشان ما راح ينسى دور الكويت. عشان كذا انا اكد ان القضيه من الناحيه السياسيه والاخويه بين الكويت والاردن محسومه
ولا تحتاج ان احنا نزيد ويدعين فيه، لكن احنا شأننا رياضي. يعني انا عندي يعني التعديلات الأخيرة على قانون الفيفا انا ودي اشرككم فيها يعني، بس ان شاء الله بعد الفاصل، بس بقراها بشكل سريع. خلاف النسخة السابقة فان القانون الجديد يحدد الشتائم والسلوك الذي يعتبر تمييزا لا سيما فيما يتعلق بلون البشرة والأصول والجغرافيا او الاجتماعية او الجنس او التوجه الجنسي او اللغة او الدين او الآراء السياسية، طبعا بالإضافة للثروة او الولادة. تكملة هذا الجانب اكيد راح ياخذ ابعاد، بس راح نركز على الجانب الرياضي. بس اذا ممكن ابو علي يعني ناخذ فاصل في هذا الجانب ونرجع ان شاء الله بعد الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونبي نسكر موضوع مباراة الكويت والأردن، ولكن يمكن آراء فنية شوي عن المباراة وعن وضع منتخبنا في القادم من التصفيات. احنا ندري أبو علي أن الكويت في الجولة القادمة ما راح يلعب، سيتم تعويضه في مباراة ودية مع تركمانستان يوم الثلاثاء القادم على استاد جابر، أو هكذا يفترض أنه يكون على استاد جابر إلا إذا حدث شيء جديد. أبو علي، بعد تغيير الفني، خلنا نبتعد عن موضوع الجمهور والأحداث اللي لاحقت المباراة، نبي نتكلم فنيا. اللي شفته، هل هناك تطور في مستوى منتخب الكويت؟ هل منتخب الكويت الآن بدأ أنه يعني يقدر أنه يرد ويعني يتأهل؟ طبعا أول المجموعة، خلنا نكون منطقيين بلغة الأرقام، أول المجموعة ما هي مستحيلة لكنها صعبة، لكن كثاني المجموعة وكأفضل ثاني بين المجموعات، هل ممكن منتخب الكويت خصوصا بعد ما تم تجديد الثقة بالمدرب ثامر عناد؟ نعم، شوف أبو عمر، يعني قاعد أقول لك إحنا المركز الثاني أنا أعتقد صدقني يبيل الشغل عدل وممكن تصيد المركز الثاني، لأن أنت تبي تتأهل. على قول يمكن فريق الأسترالي يمكن إنه أفضل منك في إمكانيات كثيرة إنه يتأهل للمركز الأول، لكن المركز الثاني مو صعب علينا، لكن يبي له شغل. يعني ما نبي والله تعادلنا، يعني أنت مباراتنا لو بتكلم عن 90 دقيقة اللي لعبناها مع الأردن أمانة تكتيكيا، يعني أنا ما علي من بعض الناس يقول لك إنه والله آخر ربع ساعة ضغط عليك فريق الأردني، ولا لا ما ضغط عليك. شلون ضغطه لعب طايش، بس يضغط عليك انك تراجعت، لكن احنا كتكتيك وكلعب جماعي، يعني لو بتطالع ما في نجم واحد يقول خل القلاف خل هذا، 11 نجم في وغيره مع البدله، مع البدله كلهم نجوم. نعم، مع المدرب، مع البدله، نعم مع المدرب. التكتيك اللي لعب فيه، يعني انا تفاجأت في التكتيك اللي لعب فيه فريق الاردني، افضل من مدربنا امانه، لعب بتكتيك افضل من فريق الاردني. يمكن ما عندنا هجمات خطره، لكن مسكر صح، قاعد يلعب لعب جماعي صح، تنويع لعب صح، المساحات بين الخطوط متغاربه، كل هالامور كانت صح داخل الملعب. يمكن تنقص لنا يمكن ماكو هجمه خطره، ماكو صح، لكن لعبنا واحنا كلنا قاعدين، يعني اغلب يمكن كانوا مفكرين بالنقطه الواحده، انا يمكن ما احنا لو مفكرين حتى كنا نستحق ان ناخذ 3 نقاط امانه، يعني كتكتيك كنا احنا الافضل. انا خلني اروح حق الجانب المعارض لكلامك. في ناس يقولون يعني ما نقدر نقول هذا الكلام بايجابيه عن منتخب الكويت، وهو 90 دقيقه ما يعني قام بتهديد تهديد حقيقي، يعني كلها كرات ثابته. خليني اقول لك ليش ابو عمر تيلي. اول شيء انت قلت يعني كلمه ان تغيير جهاز فني، تو جهاز فني تو جديد، يعني هو لعب على يعني الفكر اللي عنده، اللعب الجماعي، واحنا كنا هم رايحين متوقعين، يعني انا امانه في ناس كانوا متوقعين الاردنيين راح يفوزون علينا وراح يقلبوننا بسهوله وياخذون منا 3 نقاط، لما انت تاخذ نقطه فعلا هذا، يعني احنا ما كسبنا الحرب على قولتهم، كسبنا جولة واحدة، فهذه الجولة انك لازم تستغلها انك اخذت منهم نقطة بملعبهم، في يعني في مجال انك تاخذ 3 نقاط منهم ان شاء الله بالكويت. فاعتقد ان التكتيك اللي لعبنا فيه جيد، ما نقول احنا نهاية المطاف مثل ما قلت ابو عمر، مو هذا طموحنا اكثر من كذي، طموحنا نبي بعد نوصل ونقدم افضل، لكن كأول مباراة يستلمها الجهاز الفني الجديد باللعب الجماعي والتكتيك اللي لعبنا فيه احنا زينين. مشاري، كونك لاعب، انا بكلمك بعقلية اللاعب، لما تلعب مباراة كاملة
وما تشكل تهديد على المرمى الخصم، خصوصا انك انت ما شاء الله يعني كنت من المهاجمين اللي يعني تشكل اضافة حق الفريق، خصوصا يعني في لمسات معينة، تغيير مجرى اللعب. كلاعب انت راضي عن ان تمر 90 دقيقة بدون ما يكون في تهديد حقيقي حق فريق الخصم، وتكتفي بتطور في ما يعرف يعني تطور تكتيكي فقط او منظومة دفاعية؟ شوف ابو عمر، كلاعب طبيعي ما راح ارضى، لكن انا كلاعب مجبور ان امشي بسياسة المدرب. نعم. شنو المدرب اللي يبي؟ اول شيء ابارك حق، عشان ما نفهم غلط، انا ما ابارك حق منتخب الكويت التعادل، ان هذا منتخب الكويت ترى. نعم. ما مبارك حق التعادل ولا نحتفل، لكن كبداية ابارك حق كابتن ثامر عناد واللاعبين، ادوا اداء طيب للامانه كمنظومه دفاعيه. يعني شلون ابو عمر نعرف احنا ان المدرب نجح كمباراه؟ انا اتكلم واضح، كابتن ثامر عناد كان عنده هدف انه ما يخسر، وهذا الهدف تحقق، ما خسر، وترى من غير اي خطوره للمنتخب الاردني. نعم. بغض النظر المنتخب الاردني كان سيء، هذا موضوع ما يتعلق فيه، احنا نتكلم عن منتخبنا. تحقق الهدف اللي كان يبيه، ابعد الخطوره على مرمى الكويت، استحواذ ترى، لكن كان للاسف استحواذ سلبي. الاستحواذ الايجابي الوصول للمرمى هذا ترى يحتاج له شغل، ترى دائما، ترى ابو عمر وابو خالد يدري، يعني احنا اللاعبين نعرف، كابتن طبعا ابو علي الكابتن الكبير ابو علي، يعني ترى كدفاع ترى ممكن تطبق تكتيك دفاعي اسهل من الامور الهجوميه، الامور الهجوميه ترى يبي لها شغل اكثر. فكبدايه كابتن ثامر نجح للامانه بالهدف الاول له، ان احنا ما نخسر، وطبقها بامتياز الامانه. لكن نفس ما قلت، كوصول للمرحله الهجوميه هذا يحتاج له وقت، وان شاء الله نتامل بالمباراه الجايه راح يكون يبدي ان شاء الله الفرق يبين. جايك ابو خالد، فهد، انا يعني مشجع وقاعد على المدرج، زين، قاعد اطالع هذه الامور اللي قال عنها مشاري انه بدا التغيير في وسط التصفيات، مشكله. يعني احنا وين من البدايه بعد ما يعني اضعنا فتره زمنيه في الاعداد والتاهيل، الحين نرد مره ثانيه مع كابتن ثابر عناد، ومثل ما قال مشاري يحتاج وقت طويل ايضا لاعاده منظومه. يعني اشوى انه الحمد لله يعني القرعه شوي خدمتنا الاسبوع في الجوله هذه ما يلعب، وعندنا لغايه 14 نوفمبر. كمشاهد برا منظومه التحليل، او مقبول هذا الكلام ان احنا بوسط التصفيات ننتظر تعديل الوضع الفني حق الفريق؟ لا طبعا، انا بالعكس، انا اشوف، انا اقول لك ان تعادل منتخب الكويت نتيجه ايجابيه جدا في ظل الظروف اللي يعني عاشها منتخب الكويت بعد الخساره الموجعه امام استراليا. نعم. المستوى الفني، يعني الكويت قدام استراليا خسرت نتيجه ومستوى فني. نعم. تغيير المدرب، فاقول لك النتيجه كانت ايجابيه جدا للكويت. وانا بوجه يعني رساله للكابتن ثامر عناد ولاعيبه منتخب الكويت، ترى التصفيات طويله، يعني انا شايف منتخب الاردني يعيش أسوأ ظروفه او أسوأ فتراته يعني الفتره الاخيره. صحيح. فالتصفيات طويله، سنه كامله ممكن المنتخب الاردني يرتفع ويطور مستواه، يعني لا نستكين على ان مستوى المنتخب الاردني هذا هو، يعني ما راح يتغير. طبعا اقول لك المنتخب الكويتي المباراه هذه كانت ايجابيه جدا من حيث النتيجه. صح، انا اشارك ابو يوسف، الكابتن ثامر عناد كان يبحث عن التعادل وحقق له ما اراد، مع اني بس كنت يعني المنتخب الكويت اعطى منتخب الاردني يعني لعب معه كسمعه المنتخب الاردني القوي في السابق. نعم. ولكنها انا اشوف المنتخب الاردني يعيش أسوأ فتراته، وهي فرصه ذهبيه للكويت انها يعني هو طبعا من اسباب ان المنتخب الاردني ما هو بمستواه الحقيقي، ان لحد الحين الدوري عندهم ما بلش، والكريدت اللي كان عندنا للاسف انا وجهه نظر ان احنا ضيعناه، ان احنا وقفنا الدوري وما دخلنا اللاعبين جو المباريات، لكن هذا طبعا قرار الجهاز الفني وعلينا احترامه. أروح حق ابو خالد. ابو خالد، بعد ما اسمع رايك في 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 المباراه، عندي لك سؤال بس توعدني انك تجاوب بكل جرأة اللي نعرفها عن نواف الخالدي. اول شيء نسمع رايك في المباراه. يعني بعمر، انا استغرب يعني ان لابد اذا اي فريق تلعب معاه انك تكون انت متابعه عدل. مو معقوله ان ما تدري ان الان منتخب الاردني هذا جيل جديد. نعم. بعد ما كان يعني لعبنا احنا تقريبا، انا الاردنيين هذا لعبت معاهم يمكن 7 مباريات، كان فريق قوي فعلا. نعم. وجيل يعني او عصر ذهبي عندهم، عامر ديب وعبد الله ديب وزمه، ها اي، وش والجيل الرائع هذا. الان الفريق كله متغير باستثناء يمكن عامر شفيق حارس المرمى. فريق يعني لاعبين صغار ومو مبلش دوري، يعني حيل منتخبنا احترمهم حيل.
يعني كان عرف في يعني ما ماني عارف انا ليش يعني ليش ما نفوز وليش مستانسين يعني في تعادل في, في, في التعادل. المنتخب الاردني ما هو فريق قوي ابدا ابدا. شوف ما كان ما يعني اصلا حتى مو مبلشين الموسم. نعم امور نفسيه احنا لنا ان يلعبوا مباراتهم بين جماهيرهم، لكن احترمناهم اكثر من اللازم. لكن وهالمباراه اللي ميزها في وجهه نظري هو الروح القتاليه يعني المعروف فيها طبعا اللاعب الكويتي. الفريق لعب بروح عاليه جدا الى وانا عجبني حقيقه بدر، يعني بدر نجم كبير طبعا، شلون كان قاعد يقاتل في حتى في الدفاع ها صح. بدر اي لاخر لحظه يعني قاعد يدافع بدر يدافع وانا اعرف بدر يعني فعلا كان قاعد يقاتل. وتستغرب يمكن نجوم مباراه عندك مثل سلطان وفهد الانصاري وظهري شلون يعني وبدر شلون هالثلاثه مثلا بدر وفهد وظهري موجودين مع استراليا. فهد الانصاري نواف نواحي انا 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 يعني بسال نواف الخالد اللي اعرفه عدل واللي يعرف الجمهور انه صريح في طروحاته وبدون انا عارف السؤال انا قريت السؤال التغيير سأسأل عليه صدق التغيير يعني انا ما اسميه مفاجئ الحقيقه، لكن التغيير اللي حصل ما بين سليمان عبد الغفور وحميد القلاف. خلني انا اقول وجهه نظر شخصيه، اثنينهم عينين في راس واحده، والنعم في سليمان والنعم في حميد. حميد تألق وسليمان أدى اللي عليه في المباريات السابقة. أنا يعني أبي أسمع رأيك كونك حارس مرمى، هل تغيير حارس المرمى أثناء المباريات يعتبر شيء إيجابي ولا هذا شيء طبيعي أساسا؟ لا هو صراحة أبو خالد اللي حصل لا أنا بقول لك بكل صراحة، ويعني ثلاث حراس مرمى ثلاثة المتواجدين يعني لازم يعرف أن الكل مهيئ أنه يلعب المباراة، وثلاثتهم ترى مستوى متقارب. لكن في أحد يعني في مباراة مثلا تحتاج حارس إمكانيات معينة وحارس إمكانيات معينة. التغيير اللي صار طبعا ما في شك حراس كبار كلهم، حراس يعني قدموا مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ومثل ما قلت ما في فرق بينهم، كلهم إخوان وكلهم لخدمة الكويت. لكن في وجهة نظري أنه كان اختيار موفق أن حميد يشارك، كونه حميد يمتاز اكثر من سليمان في الكرات العرضيه وممكن يعني لا وانا مؤيد التغيير بوقته اي بعد مباراه استراليا يعني ممكن حارس مرمى يحتاج توفيق وعدم توفيق، فما توفق سليمان في المباراه مباراه استراليا صحيح إيه عرفت. وايضا حميد لعب مباراه كبيره مع نادي الوحده نعم فجاهزيه اكثر وفعلا نعم. كان يعني انا نواف مستوى الحدث نواف انا اثبت وجوده يعني انا احب دائما مقعد الجمهور للامانه، يعني كوني احد الجماهير لاحظت شيء بعد المباراه للامانه، يعني ودنا بس يلبس اللاعب فنيله المنتخب ان جميع الجمهور يتخلى عن انتماءاته القدساوي والعرباوي والكويتاوي. خلاص هذا لاعب منتخب الكويت انا عارف ما ناخذ لا 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 السعودية لا 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 شيء طبيعي أنك أنت تحب هذا اللاعب أنه يكون موجود، لكن أنت فكر بالأفضل، فكر أن منتخب الكويت يحمل اسم يعني حميد القلاف كان يمثل القدساوي والعرباوي والكويتاوي أكيد كل الأندية مثل ما كان سليماني. أنا أتمنى السوشيال ميديا يعني ما يكون في جمهور خاص للاعب معين، يمكن هذا الأمر إن شاء الله ما ينتشر. بس أنا يعني أنا واحد من الناس معروف أن أنا قدساوي وقدساوي متعصب، لكن للأمانة حميد القلاف وسليمان عبد الغفور ارفع لكم العقال على مستوياتكم وانتم تمثلون كل واحد بالكويت. تفضل ابو عمر. احنا متى صعدنا بعد ما قبنا عن كاس العالم طويلا صعدنا كاس العالم الاخيره تدري اللحظه هذه شفناها والكل تابعها، كان الجمهور السعودي كله ملتف على المنتخب متكاتف او يعني غريبه كنا نشوف حاله كل الكلمه ورا المنتخب، كان تجاوز الالوان وتركوا الفرق جايين لك على الجمهور السعودي شنو نتيجة عتب كبير عليه ما يخالف ما يخالف شنو كانت نتيجتها نمون ولا ما نمون الا والله تمون أوكي. بس شنو كانت نتيجتها صعدنا الكاس العالم نعم صحيح. يعني يوم التفيل حول المنتخب العطيه يقول ان الهلال ياخذون الدوري بالفار شنو ردك عليه ردي عليه
وادري شنو ردك الله يذكره بالخير. لا يذكره بالخير. احنا بس ابو علي خلينا نشرك الجمهور معنا لهم حق علينا ونعتذر ان تاخرنا عليهم بالاتصالات، فنشرك معنا في الاتصالات وناخذ اول مداخله. طلال مساك الله بالخير. مساك الله بالخير اخوي ابو عمر. يا هلا ومرحبا يا اخوي. مسي عليك على الحضور الموجودين كلهم. ابو عمر انا 47 سنه عرباوي بس عشقي الاول والاخير قتاوي. يا سهل المباركة. كم سنه عرباوي؟ 47 سنه انا عرباوي. احنا يعني بس اعشق شيء اسمه القادسيه. خلاص اوكي باب يعني باب القادسيه مفتوح. خل بعمر بس حياك. حيل احسن شيء الشغلة الثانية اللي بتكلم عنها عن المنتخب. نعم. الكل أنا مستغرب من كل المحللين مع احترامي لهم ما حد قال ليش آخر ربع ساعة أو الثلث الأخير بالشوط الثاني الكويت ما أدى. السبب ثامر عناد التغييرات بدر وفيصل زايد ويوسف ناصر ريح الدفاع وريح النص وبدوا يأخذون راحتهم، كانوا مسببين لهم عقدة كبيرة الثلاث لاعبين. مجرد ما بدلهم المنتخب الأردني انطلق يعني زي ما هدف علينا جول جولين. نعم. بالسبب هذا لازم أتمنى من إخواني المحللين أن يتكلمون على الموضوع. إن شاء الله. إن شاء الله. والدعوة لك مفتوحة حق الانضمام القادسية. مشكور. أحمد. صباحك الله بالخير أخوي أبو عمر أضيفك الكرام. صباحك الله بالخير يا أخوي أحمد. وأنت أخوي أبو عمر مكسب للغناء وأنت تمثلنا بعد غتاوية حبيبي. حياك الله. حبيبي حياك الله. الله يحفظك. الله يسلمك. حبيبي طبعا نسأل الله رب العرش العظيم أن يشافي جميع مرضى المسلمين ويشافي أخونا محمد أبو جعفر. إي نعم. يقوم بالسلامة لأهل إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. آمين آمين. طبعا أنا عندي سؤال لأخوي الجلعودي. هو طلع الفنيلة الأسماء الموجودة أساطير. أنا بالنسبة للدوري السعودي من أفضل الدوريات الدوري ما عمري، ولكن أنا بالنسبة للدوري حاليا واللي موسم يطاف الحين أحس أفضل الدوري أجانب. كان أيامها متعة الدوري السعودي، متعة بلاعبين السعوديين اللي فعلا يوم أنك تتمتع بيوسف ثنيان، تتمتع بمحيسن جمعان، تتمتع بالحريب، تتمتع فيهم الله يذكرهم بالخير. وأنا أقول منتخبنا أنت أفضل منتخب المجموعة. ترى أستراليا ثلاث لاعبين بس اللي يلعبون والباقي ما في، أنت أقوى منهم رقم 7 والجولشي ورقم 13 هذول افضل شيء استرالي، وحنا ان شاء الله نتاهل من وراهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دعواتك ان شاء الله. شكرا لك. ناخذ ناصر ويانا. ناصر مساك الله بالخير او صبحك الله بالخير. يا هلا يا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا اخوي ناصر حياك الله. منورنا والله يا اخوي. حياك الله. حياك الله بالعزم. وصبح على اخواني كباتن كبار. حياك الله. ونقول ان شاء الله احنا نادي الكويت بابه مفتوح للمشجعين الجدد. وحبيت طالع عمرك ان يعني ثامر عناد لعب مباراه قمه دفاعيه لكن فقيره بالهجوم والنص. طبعا لان اول مباراه كان عليه ضغط يعني كمدرب والكباتن الكبار ادرى مني كمدرب عندك مباراه واحده واحتمال ماشي فلازم اطلع بمباراه ولو بنقطه. الحين نقول له مالكي عذر قدامك مشوار طويل وتوكل على الله وخلك جريء بالهجوم ان شاء الله. وان شاء الله يرجعون اخوي عبد العزيز والدوسري. اي والله يعطيكم الف عافيه على البرنامج. منورنا صدقك قد ساوي بس منورنا والله. حبيبي حياك الله. حياك الله. هلا بالعميد. حياك الله ابو عثمان. صبحك الله بالخير. الاخ جابر العنزي. هلا ابو عمر. يا هلا. يا هلا. عليكم السلام. وعلى ضيوفك ابو عمر. يا هلا حياك الله. مميز دائما في جلستك في طرحك في كلامك ابو عمر. تعلم منك والله. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يزيدك نور. انا سامع انك تعبان شوي. ايه. ما تشوف شر ما تشوف شر. الله يسلمك يرحم والديك يا قلبي. صب عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى ابو علي ومشاري وجلعودي اخوي الكبير نواف الخالدي ابو خالد واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. بو عمر دائما محتاج مدرب عالمي. مدرب عالمي يعني كم مدرب عالمي مسك المنتخب الكويت عندهم لك ولا ياخذون وقت البرنامج؟ لا ياخذون وقت البرنامج وزياده بعد. الله يرحم والديك. شنو سووا؟ ليش ما نعطي المدرب الوطني انا سامر عناد او غيره؟ لكن سامر عناد بحكم انه مقرب من المنتخب الفتره هذه احنا نفضل انه يكون سامر موجود والبحثي يعني فكر وعقله نظيف ومخه نظيف. ليش ما نخلي سامر وندعمه ونوفر له الامكانيات؟ وسؤالي حق اخوي الجلعودي الله المستعان
سؤال حق اخوي نواف الخالدي. سؤال مشبوك. اقول الجلعودي منو تشجع بنادي دولة الكويت واخوي نواف الخالدي؟ يوم كنتوا تبانون نادي كاظمه، شنو يعني لكم نادي كاظمه؟ بكل صراحه، واعرفك يا ابو خالد انك جريء. عساكم على خالد. ناخذ اتصال. شاري صبحك الله بالخير. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافيه على التقديم الجديد. يعطيك العافيه. الله يوفقك. مسؤوليه صعبه بعد عبد العزيز العطيه. لا والله كيف. لا والله ان شاء الله خير خلف وخير سلام. جزاك الله خير. بس عندي نقطتين ابو. النقطه الاولى بخصوص موضوع حارس سليمان عبد الغفور، انا اشوفه كلهم يمثلون المنتخب، بس سليمان الاخ نواف الخالدي يقول ما توفق انه طبعا كان الدفاع يمكن الكره الثالث مع استراليا يتحملها، اما الاول ما يتحملها، يعني واحد مغطي التسلل. الشغله انا اشوف ان سليمان افضل، انا عندي بس خط الدفاع عن عرباوي ترى، بس خط الدفاع العربي مو هو اللي مساعده. الشغله الثانيه اخوي ابو يوسف قال اتوقع تنقلب النتيجه 3-0. بعد ما اتوقع ما تنقلب النتيجه 3-0 خصوصا الجمهور الاردني، لان في قانون بالفيفا يا انه يمنع اللعب من ملعبه او يلعب على ملعبه بدون جمهور. واخر نقطه تفضل. اخر نقطه تفضل. الاخ نواف الخالدي حتى تغريده قبل اسبوع او اسبوعين، الحارس الوحيد اللي مسك اربع ركلات جزاء، اذا غفله اربع ركلات جزاء مسك في قبل الشاب كركون مباراه العربي والنصر البلنتيات، مسك خمسه مو اربعه لان الفريقين كانوا ضعف، واذا غفله انتهى 3-0 2-0 عبد الله فؤاد عاشور مسك ثلاث بلنتيات مع الانصار لبنان وانتهى 3-0 مو 2-0. بس للتصحيح ارد هذا عليه. اوكي راح نرد على الاتصالات. ما شاء الله محضر صح حق نواف. بشكل سريع نرد على الـ على الـ على الاسئله. ابو علي تكلم احد المتصلين عن موضوع ان اخر ربع ساعه في مباراه الكويت والاردن هبط مستوى منتخب الكويت، هو يعزيه للتغييرات اللي سواها كابتن ثامر، اخراج يوسف ناصر بدل المطوع. يعني احنا طبعا يمكن نختلف مع المدرب، طبعا كل واحد له راي. يمكن انا ما كان ودي يوسف ناصر يتبدل، يعني لانه شوي مشاكس وكان لكن هو يمكن له وجهه نظر. انا قاعد اقول لك ترى ما تغير شيء، لكن احنا نفس الطريقه يمكن هم مع الجمهور رحمه الله بداوا يهاجمون، لكن ترى هجومهم بدون فعاليه، ترى هجوم مو منظم. يعني تقول في لعبه في هجمه منظمه في لعبه شيء ملعوب، ما في، ترى هجمات طايشه كذي. فاعتقد ما تغير شيء، لكن احنا مثل ما قالوا مساعدنا ان كنا نتمنى كنا نطلع بثلاث نقط بهالمباراه، كنا نستغل ضعف فريق الاردني مالته والتكتيك اللي كان فيه يلعب فيه المدرب. اعتقد لانه ما تغير شيء، لكن التبديل يمكن له وجهه نظر، وانا اعتقد ما نختلف وياه وايد. مشاري الجمهور سالك عن موضوع العقوبات، ونواف سالك عن التغريده اللي اشهر الصدات، وانت مشجع نادي الكويت، مشجع نادي اي نادي محليا اي نادي بالكويت. هذه الاجوبه راح ناخذها ان شاء الله بعد الفاصل. ناخذ فاصل ونرجع نكمل معاك. الهلال بالكويت حياكم الله اعزائي المشاهدين. نعود بشكل سريع للرد على موضوع الاتصالات. مشاري، موضوع العقوبات، يعني انت تتكلم عن عقوبه محدده ولا بشكل عام عقوبات ممكن تطال الاتحاد الاردني؟ انا اتكلم على التحديثات اللي تكلمت عنها يا ابو عمر. نعم. انا للحين اجزم ان التحديثات تغيرت عن القانون القديم. في مخرج للاتحاد الكويتي ممكن يستفيد من العقوبه. هذه الرساله احنا نوجهها للاتحاد الكويتي لكره القدم، انه اذا في مجال للاستفاده من الوضع ليش لا. مسيف، هلا ابو عمر. داخل الكويت مسيف شنو تشجع؟ انا طال عمرك اشجع نادي الكويت، وفي ناس قالوا لي انت ما تشجع، ما تعرف نادي الكويت ولا شيء. انا اقول لكم الحين احنا لايف، اسالني اي لاعب نادي الكويت حتى سابقا وانا اقول لك منو. براك الياسين؟ لا ما اعرفه. براك الياسين؟ لا انا اعرف احد سليمان الامير، محمد بهرامي الله يرحمه. تذكر احمدي؟ تعرف احمدي؟ تعرف احمدي؟ احمدي تعرف؟ زهير عبد الخالق؟ اي زهير عبد الخالق، هي المهاجم الاسمر. اي اسمر الاسمر إيه؟ النص. إيه لا مهاجم. شنو اسمر؟ مهاجم. لا زهير عبد الخالق شعره اسمع عيونه زرق. راشد الحساوي،
محمد بهرامي الله يرحمه. الله يرحمه. اقول لك يعني الجريسي. حسين الجريسي. نعم. نعم. احمد عبد السلام. احمد سليمان الامير. اسماعيل ياسين. اي نعم. نعم صحيح. يعني دخل كويتاوي كويتاوي. على طاري احمد ابو عمر والله مره شافني قبل اسبوع اللي طاف. نعم. قال ما تذكرونا قال ما اقول يقول اقول يقول احفادي ما يدروا عني اني لاعب الحين صدق كنا واف ما يعرفون احمد النيدي لعب ايام الخشرم نعم. من لاعبي القدامى خالد العمر لعبوا بنادي الكويت اسمه يسمونه احمدي هو اسمه احمد النيدي واقول حق احفادي يقول احفادي ما يعرفون ما يدرون لاعب لا يبغى احفادي تسمعونا ترى لاعب وكان لاعب زين احمدي على السريع نواف تتحرش وايد في العرباوية على موضوع البلنتيات القادسية والعربية. أنا ترى يعني تكلمت الموضوع بشكل جاد يعني ما نعم. يعني ما هي معايات. ثيرهم وايد. لا 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 والله لا يعني من حقي أعرف مثلاً يعني طبعاً هذا حدث مو عادي. مو عادي. ما يتكرر وايد. فهم ما لي شغل خذوها في يعني حزازية ولا شيء فأنا أقصد فعلاً هل صار يعني الحدث هذا من قبل وتفاجأت إنه منه إنه طبعاً. الكلام اللي قاله ما مر علي لكن الحدث حصل للكابتن الكبير نعم. كابتننا وعميد وزعيم حراس مرمى محمد دايع طارت آسيا دايع وهو بالطائي مع الهلال نعم وأنا طبعا غررت في هالشيء أن أنا كلي فخر أن طبعا دايع لأن ما تعلى الحاجب نعم. أن الدايع وما بعد الدايع أنه فعلا يعني صارت مع الهلال وهو بالطائي وصد يعني واحدة من ركلات الجزاء سامي الجابر وموجوده باليوتيوب ترى لا لا صد يعني كل لا 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 أدعم حديث أدعم معلومته أبو عمر أدعم معلومته من ضمن اللي سدد وسامي الجابر صدها محمد عيا وثنيان فأنا هذه السالفة بس وصد بالمباراة يعني ما تتحرش بالعرباوية لا والله ما قصدت بالعكس بس كنت أبيها كنت أظن ما صارت معلومة ما فيها مشكلة كنت أظن ما صارت بالخليج والله لكن الدعية ما خلانا والله هذه عاد لعشاق لحظه ابو علي سلم ابو سيف من احسن حراس السعوديه والحراس الكويت تبي الصج الحراس الصج انا اقول لك يا والله حراس الكويت صراحه انا اقول لك يا لا 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 بس والله مو جدا من شوف احسن السعوديه الكويت احنا صراحه لا بس دقيقه والله انا صراحه هذا الكويت تميز بالحراس عندنا موضوع جاي حراس المرمى بالكويت على مستوى عالي يعني الخليج اخرتهم شوف الحين 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 عندنا سليمان عبد القفور وحميد القلاط على مستوى عالي كلهم اثنين احنا ودنا بس على يوم يكون في موضوع يعني الاخوان المعدين يجهزوا لنا موضوع عن الحراس واكيد الغلبه ان شاء الله الحراس يعني يعني نبي ننتقل الاخوان في نادي السالميه يعني اكيد نادي السالميه من الانديه المهمه بالنسبه لنا واللي تشكل يعني احد روافد الرياضه في دوله الكويت والدعوه لهم بالمتابعه اليوم في تغريدات موجوده حتى على اكاونت الديربي انزين تشوفونها تقدرون تشوفونها لأليكس ليما لاعب نادي السالميه الحقيقه مؤسفه انا بالنسبه لي مؤسفه هذه التغريدات لما يقول هذا على كلام أليكس ليما يقول لم أتلقى دينارا واحدا منذ انضمامي للسالمية في أغسطس الماضي وستتخذ عدة إجراءات قانونية للحصول على الدفعات المالية المستحقة وفقا للعقد المبرم وكذلك الحال بالنسبة لزميلي المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو سوف أنتظر في تغريدة أخرى سوف أنتظر رد من نادي السالمية حتى تاريخ 16 أكتوبر يعني بعد 3 أيام 4 أيام وبعدها سوف نكون في حل من العقد المبرم مع السالمية وسنخاطب الاتحادين الكويتي والفيفا لطلعهم على الوضع بكل تفاصيله يتخذوا ما يرون مناسبا بهذا الشأن هذا طبعا تغريدة باتريك فابيانو اليوم نعم بعد هذا التغريدة طبعا أليكس ليما للأنباء لجريدة الأنباء الزميلة لجريدة الأنباء وتغريدة باتريك فابيانو بعد ثلاثة أيام يعني راح أكون فري لتحدي قادم شنو يقصد باتريك فابيانو شنو يقصد أليكس ليما حقيقة يعني أكيد إحنا ندعو الإخوان في نادي السالمية والإخوان المعدين أعتقد أجروا اتصال مع الإخوان في نادي السالمية ونتمنى المساحة مفتوحة لهم لأن محبين نادي السالمية وهذا الأمر ما يتعلق في نادي السالمية فقط لكن على مستوى الرياضة الكويتية ولا نعتبره يعني هجوما على نادي السالمية لكن للأمانة نادي السالمية الآن تكرر مع هذا الوضع في سنوات سابقة ووصل الوضع ل أذكر حجز على ممتلكات النادي فيعني نتمنى أن أولا هذا الوضع ما يصير لكن إذا حصل
فالدعوة مفتوحة وأمون على الإخوان المعدين وقائمين على البرنامج أن نستضيف أحد من نادي السالمية ويرد على هذه التساؤلات لمصلحة نادي السالمية وللرياضة بشكل عام. على ذكر نادي السالمية والأندية المحلية، اليوم انطلقت الجولة الثانية من كأس الاتحاد لكرة القدم في لقاءات، لأربع لقاءات في الجولة الثانية. فنروح للتقرير الأول لأول مبارتين في اليوم بين مع زميل العزيز طبعا المجتهد فواز الصلال. انطلاقت الجولة الثانية من المجموعة الثانية ولقاء جمع العربي بنظيره الساحل على استاد الشيخ عبدالله الخليفة بنادي اليرموك. المواجهة أدارها الحكم محمد منسي. العربي افتتح التسجيل من راسية الأسباني تشافي توريس لتسكن شباك بدر الصعنون. الساحل عاد إلى أجواء المباراة وسجل هدف التعديل بتسديدة جميلة من أقدام القائد محمد العازمي. العازمي كان قريب من إضافة الهدف الثاني وكرته مرت بسلام على مرمى عمار البلوشي لتنتهي الفترة الأولى من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. شوط المباراة الثاني بدأ بتسديدة قوية من السوري يوسف قلفة، تألق بدر الصعنون بإبعادها. الحكم محمد منسي أشعل المواجهة بإشهار البطاقة الحمراء بوجه تشافي توريس ومحمد العنزي مما أثار غضب الجماهير الحاضرة، لتنتهي الحصة الثانية بالتعادل الإيجابي وينتقل الفريقان إلى الركلات الترجيحية ليحقق الساحل فوزه على العربي. محمد ليش انطرت؟ ماكو لاعب الونسو ما طلع الكره برا، قلت له انت لاعب بروفيشنال المفروض تطلع الكره برا، يا انا ولا تردنا انا وياه، احنا انصدمنا ما سوينا شيء اصلا. يعني كره عاديه، قلت له انت ليش معصب؟ هو كان بيكلمنا ما ينال بسرعه، فقام عطانا احمر احنا اثنين. هذا اللي صار بس بالضبط. الله يداه، ما ليش معصب يعني، انا احترمه ويعني حكم ان شاء الله يكون احسن المرات الجايه، بس انه ما ادري ايش فيه كان معصب، يمكن رطوبه ما ادري. شلون عرف ان هذول الاثنين متناجرين وطرق واحد وطردت اثنيناتهم؟ ما ادري، لانه كان معطيهم ظهره. داركم مستمر؟ مستمر. شو صار على مارتينيز؟ مارتينيز والله في يعني موضوعه مع النادي الصراحه، عقد وبنود والامور هذه كلها مع الاداره يعني. ما وصل لكم خبر انضمام لاعبين جدد للمنتخب؟ نتمنى بس يعني في اخبار على احمد ابراهيم، ان شاء الله ان شاء الله يكون من ضمن المنتخب ان شاء الله. وفي اللقاء الآخر وعلى استاد مساعد الشنفة بنادي التضامن، مواجهة جمعت السالمية بخيطان. الشوط الأول ظهر بفرص خجولة جدا من طرف خيطان لم تشكل أي خطر على فريق السالمية. وفي شوط المباراة الثاني الهدف الأول أتى للسماوي عن طريق المهاجم فهد الرشيدي الذي استقبل كرة جميلة من محمد الهدهوت. السالمية يواصل ضغط على خيطان ليسجل بدر جمال الهدف الثاني لفريقه، ومن مجهود فردي جميل نايف زويد يتلاعب بمدافع خيطان ويمرر كرة على طبق من ذهب إلى الرشيدي فهد ليسجل الثالث للسالمية والثاني له شخصيا. خيطان قلص الفارق من تسديدة حسن جاسم لتنتهي المواجهة بفوز السالمية بثلاثة أهداف مقابل هدف. فوز معنوي لنادي السالمية بما احنا يعني تكون تجربة أخيرة لنا في الدوري، لنا مباراة كاب مسبوع الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب إذا كانت في أخطاء أن تكون إن شاء الله الجهاز الفني يعدل الأمور هذه. كابتن بدر، يوم شاهدنا الفريق من غير المحترفين، المحترفين وينهم؟ والله المحترفين أنا كجهاز إداري يعني أنا علي في اللي موجودين ولعبوا معي اليوم مباراة المحليين وظهرت في نتيجة زينة. انا ما يعني للامر المحترفين موجودين يعني، انا علي انا كمدير فريق داخل الملعب، انا يعني للاعبين اللي داخل الملعب، مش خارج الملعب انا شيء هذا يعني خارج نطاقي انا. هذا محترفين بيشتكون للفيفا؟ والله هذا شوف انا اقول لك يعني المحترفين لي امس كانوا موجودين معي في التمرين، قلت لك يعني خارج الملعب شيء يعني انا لي داخل الملعب، خارج الملعب اذا لهم هم مستحقات او رواتب هذه لهم امور مع مجلس الاداره. السالمية حقق النتيجة الابرز وانتصار مستحق للساحل على حساب العربي. فواز الصلال لبرنامج الديربي.
شكرا العزيز فواز صلال على هذا التقرير. انا برجع على موضوع المحترفين، لكن انا عندي ملاحظه على كلام الاخ العزيز بدر الخالدي. انا اعتبر نفسي مشجع سلماوي، ابي اعرف اجابه منك، يعني اذا ما اذا مدير الفريق ما يعطي اجابه شافيه حق الجمهور، الجمهور راح ياخذ اجابته من منه. فالحقيقه يعني، وايضا اكرر الدعوه مره ثانيه سواء الاخ بدر او لاحد اعضاء مجلس الاداره انه يرد على الاستفسارات فيما يتعلق في موضوع المحترفين. احنا بنقول راينا، يعني علي الاخوان في اداره نادي السالميه اتمنى ان يتقبلونها. ابو علي، موضوع المحترفين خصوصا انه مو اول مره، لا مع السالميه عشان نكون حقانيين، تكرر مع السالميه السنه والسنه الماضيه، تكرر مع القادسيه في لاعبين بعض اللاعبين المحليين وغيرهم، مع العربي طبعا، والعربي ايضا اعتقد حصل غرامه او عقوبه بعدم لما لعب موسم كامل بدون موسم محترفين. بدون محترفين شنو نهايه هالموال هذا؟ لا هو في حق وفي يعني حقوق الناس، يعني انت خليني اقول لك شغله، احنا الحين ما نبي نقول انه والله انت اللاعب زين مو زين طلع مو زين، هاي مشكلتك انت، مو مشكله لاعب يطلع زين انت اللي تعاقد وياه، لكن ما دام سويت عقد وياه لازم توفي بالعقد. صح. يعني عقود هاي توفي بالعقود. فانا اعتقد انه انا ما ندري شو الموضوع امانه، يعني ما نتكلم عن السالميه، نتكلم عن اي فريق انه مسوي عقد مع اي لاعب لازم تعطي حقه امانه. الحق يطلع زين اللاعب مو زين، يطلع مستوى مو زين، هاي مشكلتك، لكن حقوق اللاعبين اذا هذول لهم حق، فابيانو والثاني ليما اذا لهم حق لازم يعطيهم حق. انت قاعد تقول اذا لهم حق، احنا الحين كجمهور او كاعلام نبي نعرف ليش نادي السالميه دائما عندك هالمشكله. يعني خلى احنا بالعربي صارت يمكن على قولتك بالقادسيه صارت بالذات، لكن السالميه حاجه وايد عليهم. يعني احنا حتى ابو احمد الشيخ تركي يعني انت ترى عزيز علينا، هم ما نرضى عليه. نعم. ولا نرضى على نادي السالميه تصير هالامور هذه. نعم. ليش قاعد تصير هالمشاكل؟ يا يعني انك تتعاقد في امكانيات تتعاقد، اوكي ما في امكانيات خلاص العب لاعبينك. صحيح. مشاري، تتوقع ان نادي السالميه مطالب انه يطلع في بيان رسمي يرد على مثل هذه التغريدات اللي من اللاعبين؟ ضروري، لان التغريدات ما طلعت عن طريق مغرد او مشجع، عن اللاعبين. اللاعب نفسه. اللاعب نفسه هو اللي تكلم. وحاط خطواته اللي راح يروح. حاط خطواته اللي راح يتخذها خلال ايام او اسابيع. نعم. فمطلوب منهم يطلعون، صراحه يحز بالخاطر صراحه الوضع اللي وصله نادي السالميه خصوصا بالثلاث مواسم الاخيره، المشاكل زادت الامانه، يعني خصوصا المشاكل الماليه. ونفس ما قال الكابتن الكبير ابو علي، يعني مو لازم تتوقع مع خمس محترفين ما عندك امكانيه، مو لازم عشان لا تطلع بالصوره. نعم. مو لازم. نعم. وقع محترف واحد كافي، اذا انت شنو عندك امكانيه. ارجع لك بسيف، بس ودي اسال نواف كونه لاعب. نواف انت تروح محترف وتتغرب عن ديرتك مثل البرازيليين وتقعد من شهر 8 على حسب كلام اللاعب الى الان، الكلام هذا الوحيد الموجود عندنا انه لم يتلقى دينار واحد، هذا شلون عايش؟ شلون قاعد يتصرف؟ يعني حقيقة شلون يؤدي بالملعب؟ يعني لا مرء ولا اخلاقنا ولا، ورب العالمين يقول اوفوا بالعهد، ان العهد كان مسؤولا، اوفوا الناس حقوقها. يعني مو معقول هذا المحترف اكيد عنده التزامات، واكيد وطبعا مو بس هو، كل المحترفين، يعني امر غريب، امر متكرر، مثل ما قالوا الاخوان. يعني انت ليش تتوقع مع لاعب وانت وكلنا ندري ان عندك مشاكل؟ نعم. يعني هذا تو اول موسم، حتى اللاعبين المحترفين السابقين ما استلموا، وتوقع معه وعلي تو ولده، ها يعني يبقعون مع لاعبين وانت ما عندك. نعم. الامكانيه، انا ماني عارف يعني شلون تكود وانت ما عندك الامكانيه. بسال بوسيف طبعا هذه مو حلوه بحق النادي وحق الكره الكويتيه بشكل عام، هل مطلوب تدخل سلطات اعلى؟ يعني مثلا في المملكه لما يحصل مثل هذا تدخل سلطات اعلى من النادي؟ طبعا، لان هذه ترى ما هو سمعه بس نادي السالميه، هاي سمعه الكويت، اللاعب راح يروح البلاد او يتحدث بتويتر. صحيح. مع متابعينه. نعم. فيتكلم انه يعني، فهذا الامر يعني لازم تدخل. احنا هناك عندنا رجال اعضاء الشرف، الهيئه تدعم، يعني في بعض اللعيبه جاتهم عروض قالك انا ما بي خلي الدوري السعودي، خلاص ابقعد بالدوري السعودي. وفي نجوم كبار يلعبون بالفيصلي مع فرق متوسطه ومع ذلك ياخذون اجورهم اول باول. لكن بس بروح لجانب اخر من الموضوع هذا، ليش المواضيع هذه موجوده مثل القادسيه والسالميه والعربي؟ اما اداره نادي الكويت سبحان الله ما في عندهم الامر هذا. هذه انا اوجه تحيه لاداره نادي الكويت. وعمر بس في تعليق بسيط، بس ابو يوسف بس خلي يكمل فكرته. الملاءة المالية اللي عند نادي الكويت. طيب. يمكن حتى اتوقع السلمية والقدسية في ملاءة مالية، يعني انت وقعت عقد مع اللاعب توفي فيه. نعم. انا اقول هذه اللي قاعد يصير مع اللعيبة المحترفين والاندية الاخرى، ها
هذه شهاده نجاح نادي كويت. ما قال نواف انت ليش تحط خمس لاعبين ما عندك امكانيات حط لاعب لاعبين. ابو علي السنه ما سمعنا الحين الا بالسالمي نعم. يعني هذا الحدث ما صار الا بالسالمي. انا ودي اعرف السنوات السابقه ابو عمر عندنا تقرير مباراتين ايضا ما نبي نطلع عنهم بشاري على السريع 10 ثواني بخصوص ترى الموضوع خلصوا العشر خلص ما يخص ترى الرياضه الكويتيه يعني ترى لو ترجعون وراء موسمين الى ثلاثه ترى هذه المشاكل كانت موجوده حتى بالدوري السعودي ولولا تدخل سمو الامير محمد بن سلمان صحيح ما كانت تشوف ترى اغلب الانديه مديونه نادي انديه كبيره مديونه ب 15 20 مليون دولار واكثر الامير سمو العهد محمد بن سلمان وهو اللي قام وسد المدونه فهذه ترى مشكله طيب لذلك مشكله بالعقليه العربيه الامانيه طيب ليش يصير كذي يعني على مستوى الخليج لانه مو عارفين نسوق الرياضه عندنا صحيح. رياضه تسويق الحين لازم نغير تفكيرنا هذا الحين تطور ما في رياضه ابو علي بصراحه لا انت لا 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 والله تقدر تسويها الرياضه لو يشتغلون عدل لان اداره صح ما عندك الاداره مشكله اداره احنا نفوس خلي النفوس هذا موضوع نفوس خاصه في نفوس اول لا انت لو انت عبالك عندنا مشكله فنيه ترى والله اللي عندنا مشكله اداريه اكثر من فنيه طبعاً صح الاداره طبعاً فن ما عندنا صح اداره ابو علي انا نفس كلام ابو يوسف صحيح يعني كانت الموضوع هذا كان موجود بالانديه السعوديه نعم ولكن الحمد لله تدخل الدوله وقيادتنا السياسيه اصبح الان جميع المحترفين الان يعيشون حاله مستقره ومستعدين يعني الحين على مستوى العالم الرياضه تسويق الحين ابو علي انا بس عشان عندي تقرير المباراتين اللي بعدهم بس في شان عرباوي تبي نروح تقعد لا 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 ترجع المباراتين حاب اردك على شان عرباوي بعد تصريح احمد النجار ان المدرب مستمر اللي هو المدرب اللي صعب الحين الحين 20 اي هذا اللي سمعناه انه مستمر تؤيد هذا انا اي ان المدرب تغير اوكي يعني امانه حتى نفسيا للاعبين انا اشوف انه في شيء تغير فاتمنى انه يستمر إذا مشوا وياهم زين يستمر واحنا نتمنى اكيد التوفيق لا. لان مدرب سابق انا اعتقد ابو عمر انه لازم يوخر لازم يوخرونه يعني لان لا. ما في حتى بينه وبين اللاعبين في مشاكل فانا اعتقد يوخر افضل ما لعبتين إيه. لا 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 هو يعني في امور من اول صار وايد كثير تراكمات يعني صارت حتى تراكمات صارت يعني حتى في المعسكر الخارجي حتى يعني حتى المحترفين يابهم انت يعني انت كمدرب انا اتكلم عن مدرب الفريق المارتيز يعني انت لما تجيب لاعبين مو على مستوى تغش نفسك تغير الحين خلي فيها ماديه يمكن يفكر ماديه انت حتى فنيا مو زينه لك انت يعني هذا السي في ماله مو حلو حقك نعم مو زين حقه وعلي راح نرجع ان شاء الله حق هذا بس عندنا تقرير الزميل خلف نزل لمباراتين الكويت والشباب والتضامن وبرجر على استاد ثامر بنادي السالمية في ثاني جولات بطولة كأس الاتحاد التقى التضامن وبرقان في مباراة بدأت سريعة وتبادل الفريقان الهجمات دون هز الشباك حتى تمكن برقان من افتتاح التسجيل بواسطة بدر العنزي أحمد الصقر تلاعب بدفاعات التضامن وكرته اعتلت مرمى حمد الماجدي لينتهي الشوط الأول بتفوق برقان بهدف نظيف بداية شوط المباراة الثاني شهدت خروج لاعب برقان أحمد الصقر بالبطاقة الحمراء لتدخله العنيف على لاعب التضامن عبد العزيز وادي مشادة كلامية بين مدربي الفريقين تدخل على إثرها الإداريين لتعود الأمور طبيعية كما كانت ومع انتصاف شوط المباراة بدأت الهجمات تتوالى على مرمى الفريقين العارضة والقائم ترفضان هدفان محققان من مشعل الشمري والمحترف دو سانتوس جوفاني كاد أن يسجل الهدف الثاني لفريقه وكرته مرت بسلام على مرمى التضامن الوقت القاتل جاء بالخبر السار لأبناء الفروانية التضامن تحصل على ركلة جزاء لكن العارضة تكفلت بالتصدي لركلة حامد الرشيدي التضامن لم يهدأ ومن كرة ركنية ألكساندر أدرك التعادل ليعلن الحكم نهاية الشوط الثاني واللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لأبناء الفروانية أعتقد تضامن اللاعبين يمكن كامل صفوفهم لأنه عنده يمكن مدربهم أو الجهاز الفني عنده يمكن 8-9 أيام فمن حقه أنه يلعب واللي عرفته أنه يبي ينافس في البطولة يعني بس أوكي
لعبنا زين الشوط الاول، كنا مجهزين شيء قبل الطرد، شويه لخبطوا اللاعبين داخل الملعب، بس الجو رطوبه، وبعدين انا عندي مباراه بعد 4 ايام، احتاج اني لعبتين الجايين مع خيطان وصليبي خات، اذا فزنا في اللعبتين ان شاء الله نتصدر. اعتب على المدرب، رحت له طبعا سلمت عليه بعد المباراه. انا الشوط الاول كان لنا هجمه مرتده وطلبت من اللاعب يطلع الكره. الشوط الثاني لاعب متعور من عندنا، هو محترف اصلا، لاعب مو قاعد يعني يمثل او شيء، المدرب طلب انه يكمل. لا ما يصير كذا، دائما انا مدربين نحافظ على سلامه اللاعبين ونساعدهم يعني داخل الملعب. اول شيء الحمد لله على الفوز، خذينا نقطتين بالانتيات، وانت عارف يعني الجو ما ساعدني يمكن، وبس يعني الحمد لله اهم شيء نفزنا، وهذا المطلوب يعني فوز من معنى وقام مباراه الكويت، وهذا اللي مطلوب منا بس. وفي مواجهه اخرى جمعت فريقي الكويت والشباب احتضنها استاد صباح السالم، الابيض بادر بالهجوم عبر راسيه سيسوكو التي اعتلت مرمى الشباب، وهنا راسيه جمعه سعيد ذهبت خارج المرمى، ركله جزاء للكويت انبرى لها المحترف جمعه سعيد وترجمها بنجاح في المرمى معلنا اول اهداف اللقاء. محاولات شبابيه عبر احمد الزنكي الذي راوغ اكثر من لاعب لكنه سدد خارج المرمى. الكويت هاجم مع بداية شوط المباراة الثاني بتسديدة قوية من طلال فاضل ارتطمت بالقائمين ورفضت دخول مرمى علي فاضل. علي فاضل تألق بإبعاد فرصة هدف محقق من جمعة سعيد. الهدف الثاني سجله حسين الحربي بعد متابعة تسديدة قوية أطلقها المتألق طلال فاضل. مجهود فردي من أحمد الزنكي لم يستغله إبراهيمة، لينتهي اللقاء بفوز الكويت على الشباب بهدفين دون رد. شكرا اخوي خلف العنزي على هذا التقرير، شيء جميل الحقيقه. انا في جانب مميز في المباريات، انا قاعد اشوف ارضيات الملاعب الحمد لله يعني الى الان جيده، وان شاء الله تستمر لنهايه بس بدايه الموسم ان شاء الله تنقف بدايه تستمر للنهايه. الجانب السلبي الحقيقه قاعد اشوف في كاس الاتحاد كثره الاصابات، امس في مباراه القادسيه في 4 لاعبين اصيبوا، اليوم في ايضا في لاعب نادي السالميه محمد الهدود اصيب، في يعني هل هو خلي الاصابات انت الحين، هذا كاس الاتحاد دوره تنشيطيه يا اخي، احنا كمدربين كاداريين، انا اتكلم عن مو دار مجلس، لا اتكلم اداره فريق جهاز فني، يا اخي نستقل البطوله هذه، احنا قاعد نشوف طرد دون دارات وطرد مدربين مدربين على شنو؟ مباراه دوره تنشيطيه يعني انت اذا ما تستقل هالبطوله هذه التنشيطيه ما تستقل استغلال جيد للدوري اسود ممتاز، فرق الممتاز ولا فرق الدرجه الاولى ما تستغله. نعم. متى بتستغله؟ نعم. ففرصه ذهبيه لكم تستغل، عندك لاعب، عندك لاعبين تبي تجربهم، عندك تبي هذا، خل تفكيرنا يتغير، عندك لاعبين تبي تستغلهم، عندك بتغير لاعبين، عندك تكتيك تبي تلعب فيه، تعطي فرصه لاعبين جديد، نعم عندك تكتيك تبي تلعب فيه، عندك هذا، لازم نستغل هالبطوله هذه التنشيطيه. انا هذا رايي بعد ما ادري، هم لهم راي ثاني ما ادري. في برنامج الديربي وايد انتقدنا التجهيزات اللي قاعد تصير في الملاعب، زين الحمد لله الحين في يعني وجود الاسعاف، مع ان هذا شيء بيسك اساسي يفترض يكون داخل الملاعب، ولكن يعني نوافذ يعني اذا مثلا داخل الملعب واصيب احد لاعبين اصابه خطره، مثل ما احنا نشوف الحين، شوف هذه اصابه محمد الهدود، ان شاء الله ما تكون رباط، هذا ابو عمر ان شاء الله ما تكون رباط يعني ابو عمر لا قاعد نسال ليش كذي هالقوه، وهذه مباراه دوره تنشيطيه، ليش مشحولين على شنو؟ اي والله على شنو؟ اي والله هو طبعا يعني هذه اصابه انت تدرون في عالم كره القدم ممكن يعني يصيب من نفسه يعني من غير تدخل اصلا، ما حد التحم معاه، وانا بس يعني للاسف يعني نواف احنا قبل ما تتعجبنا التجهيزات الاساسيه، يعني هذه تجهيزات اساسيه موجوده المفروض في كل الملاعب، نتمنى السلامه طبعا حق اللاعب محمد الهدود واللاعبين الباجين اللي اصيبوا، يعني ما نتمنى نشوف الحقيقه هذه الاصابات في ملاعبنا، لكن طبعا كلاعبين كره قدم هذه الاصابات اتوقع جزء من كره القدم، اي معرض اللاعب، شوف ما حد يعني بدون التحام يمكن هو حاول يغطي بدون التحام، بدون شكله ابو عمر لفت ايضا الدعوه موجهه حق نادي السالميه ان احد يعني يبين لنا اصابه محمد الهدود، معنا خبير مشاهدي بشاري ورباط نادي السالمي الحين ابو عمر تبي يردون على نبي يردون فبيانو ولا يردون على الاصابه؟ باكج كامل ابو عمر ما له تبي مشاري، بس بسال مشاري انت مريت في التجربه هذه؟
انا عندي اصابتين رباط صليبي اي مؤلمة واغلب ترى الاصابات خصوصا الرباط الصليبي تصير ترى من غير تدخل نعم من غير تدخل اغلبها من غير تدخل ارتكاز ارتكاز معين يكون خطا نعم يكون معك الاصابه طيب. ومن هذا كله بتقدير الله يعني يصير اوكي طبعا يعني اتوقع ان الوقت داركنا لكن الأمانة كان في مواضيع كثيره جدا ان شاء الله يعني نحاول يمشي من الرياض طبعا مبارك حق منتخبنا منتخب السعودي الفوز بالامس بالثلاثة على سنغافوره وان شاء الله عطني يعني ان شاء الله يكون في في المباريات القادمه يكون في توسع اكثر في بس انا اسمح لي انا عندي عتب على الجمهور السعودي الجمهور السعودي اللي تسمونهم مدرجات الزعيم مدرجات أمس مدرجات القصيم فاضية فيا جمهور السعودي هذا منتخب الأخضر مفروض المدرجات تكون أهم من الأندية أهم من النصر صح. أهم من الهلال أهم من الاتحاد صحيح أبو عمر وأمس تصريح سعود مشلش يقول إن جمهور الأهلي الأفضل في الوطن العربي لا مو صحيح تصريحه هذا تصريحه عارفين رأي بس لا مو رأي عندك رأي ترد عليه لا مو رأي عسلي على خلي ما يخاف سعود تعدينا الوقت سعود مش مو رأي هذا لأن هذه معلومة رأي معلومة لا مو رأي هو قال الجمهور الأهلي أكثر مو رأي هذه معلومة خطأ بس قبل إن شاء الله في عندنا مباراة يوم الثلاثاء الساعة 4 العصر مع منتخب فلسطين إن شاء الله طبعا هذه إصرار قياداتنا السياسية على إقامة فلسطين هو دعم دائما دعم السعودية لفلسطين وقضية الفلسطينية يعني احنا من الاف السنين يعني احنا في من اجل فلسطين قدمنا الشهداء فمنتخبنا راح دعم للقضيه الفلسطينيه واصرار قيادتنا على اقامتها هو كله دعم لاخواننا الفلسطينيين العروبه وبس قبل البدايه احب اتحمد بالسلامه على اخوي نايف سعد الحربي نعم. الوهبي قائد مدرستنا هو اتحمد له بالسلامه واقول له ما تشوف شر يا ابو سعد سلام سلامك ان شاء الله وصلنا للختام انا الحقيقه اشكر للجميع اشكر اخوي مشاري جاسم على مشاركتك معنا شكرا يا مشاري يعطيك العافيه ابو علي شكرا. الف شكر وانت اضافه دائما سيف الف شكر على مشاركتك الله يبارك فيك ابو خالد انا احس والله فيني كلام اي انا ما اعطيتني عسري لا بعدين لا بجرها لا شكرا يا ابو خالد على المشاركه وانت اضافه كبيره للبرنامج وانا كنت احاتيك بس الحمد لله عدت على خير لا الحمد لله عدت لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لرعاتنا وداعمين البرنامج بن العميد سيامي وسطى التسيم كويت تريد اطياب المرشود ليمون لاين وشكر لكم الحقيقه على متابعتكم وان شاء الله نلتقي معاكم ان شاء الله في يوم الثلاثاء القادم والدعوه ايضا للجماهير للكره الكويتيه لمتابعه منتخب الكويت في مباراه الوديه مع تركمانستان اللي المفروض انها على استاد جابر وشكرا لكم يوم الثلاثاء ان شاء الله مباراه وديه ودعوه عامه لجماهير الازرق الوقوف خلف المنتخب وشكر اخير لرابطه جمهور الكويت اللي ساندوا منتخبنا في الاردن وهذا عهدنا في مشجعين الازرق شكرا لكم ونلتقي على خير ان شاء الله